السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية كالمعتاد مع العناوين. البداية ستكون مع الأمطار الغزيرة التي يتواصل هطولها في محافظات مختلفة، ومواطنون يتهمون الحكومة الحالية بالتقصير. العنوان الثاني سنذهب من خلاله ونتوقف عند الانتخابات وغضب المواطنين من مرشحين يتهمونهم بعدم الاهتمام بالعراق ومشاكل أهله. أما الختام سيكون في زاوية العناوين، ونتجه فيه إلى ملف الخدمات، وفيه مواطنون يعبرون عن استيائهم بسبب الخدمات السيئة. أهلا بكم. البداية هذه المرة ستكون من كربلاء التي غرقت بعد مرور نصف ساعة من هطول الأمطار. نتابع معا. باع مسوى المياه، شوف يعني مع الأسف. اي ما هم ملكين بالانتخابات. شوف مسوى المياه باوع. لا الغريبة مو هنا، الغريبة المنهولات هنا لكن كلها انسدت. شوف هي قامت تنضح للخارج، يعني الصورة ما تحتاج إلى تعليق. للأسف هذه محافظة كربلاء، يعني ما أعرف. في كربلاء أيضا، تحديدا في حي العامل، وهناك 10 دقائق فقط كانت كفيلة بفضح 15 سنة من فساد المسؤولين، كما كتب كثيرون من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي. نتابع معا. السلام عليكم، هاي كربلاء حي العامل. 10 دقائق كافية لإثبات فشل 15 سنة من حكم الأحزاب الفاسدة. 10 دقائق، والله ما طلبت 10 دقائق. 10 دقائق وشوف، شوف المي والسواق شلون فاضي. لا رأيكم هاي السيارات حتى تشوفون. 10 دقائق بس. الآن إلى مناشدة من أحد المواطنين، ويظهر معه في المناشدة شخص يصطاد السمك أو يحاكي اصطياد السمك متهكما على الفساد بسبب سوء البنى التحتية وغرق الشوارع التي لا تهتم فيها الحكومة الحالية كما يقول مواطنون. الحكومة حلوين لسان وقليلين إحسان، ومع الأسف عليكم واحد يطلع وطمس الصبعة هذا بالحبر، وما تستاهلون، والله ما تستاهلون. أنا بصفة الشيف معروف هنا بالعراق ماشي، بس أردفت من عندكم اللي سويتوه شنو؟ الكربلاء هسه هاي كربلاء، زين أنا من كربلاء جاي أحكيك. هذا السريع مال حي رمضان، هذا السريع مال حي رمضان، أهل كربلاء كلهم يعرفوه. زين دشوفون أنتم. كأنها بحيرة. إلى مواطن كربلائي آخر يحتج على غرق الشوارع ساخرا أيضا، وهو يحاكي فكرة اصطياد السمك تهكما على المسؤولين واعتراضا على سوء الوضع البيئي. أبيه والله أبيه يا خالو مجان صي السمك عليك يا أخو. والله حقك يا عم، ندرس ساعة السيارة عالية مجان صي السمك وقاعدين بحضانية يا خالو، راح كل السمك راح. اعذرني عازبين، وقف هاي وحدة من وين؟ وقف عازبين أبيه والله أبيه. حاله يقول إلى الله المشتكى. اللقطات القادمة نشاهد وإياكم السادة المشاهدين كيف غرقت أيضا شوارع الإحسينية في بغداد. بحسب كثيرين من المواطنين، فإن السادة المرشحين مشغولون بما هو أهم من معاناة المواطنين. وختام موضوع الأمطار من بغداد التي غرقت هي الأخرى، وكشفت البنى التحتية غير المجهزة فيها تواصل الإهمال الحكومي. نتابع. وين الرصيف؟
عندي. يكفي هذا فيما يتعلق بموضوع الأمطار المستمرة. إلى موضوع آخر، وهذا الموضوع الجديد مختلف الآن، وفيه مشاكل إعلانات المرشحين المنتشرة بكثرة وبكثافة في شوارع محافظة البصرة. نتابع معا. السلام عليكم، وين بلدية البصرة؟ يا أخي تأذينا من القطع والله، من وراء عاصفتنا هسه ربه قاطعة شارع عام سريع، يعني ما تقدر الناس تتعدى من الصورة. تنزل تجيك سيارات طائرة حضرة جناب المرشح. منو هذا؟ احنا قتها جماعة عمار الحكيم قاطعين الشارع. حتى صورهم بحسب كثير من المواطنين الذين كتبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى صور المرشحين كان من الممكن أن تتسبب بكوارث أثناء حركة السير في شوارع البصرة. في كربلاء جسر مشاه يشكل خطورة على الناس بسبب سياجه والدعايات الانتخابية المعلقة عليه بطريقة تسبب ضررا آخر على المواطنين بسقوط أجزاء من الدعايات على السيارات. نتابع معا. السلام عليكم. إن هذا الجسر حي رمضان مفقود منه تقريبا 5 إلى 6 مترات من السياج مالته، يقع على السريع، شارع سريع، عندك منا ذاك الصوب عندك مدارس، عبر مدارس، عبر مال المدارس وطلاب وأطفال عوائل تعبر عليه. هنا هذا الصوب الثاني، هاي المنظر صار له تقريبا 1.5 سنة ما حد يجي يسوق فيه. انا بس ابدا اسال المرشحين اللي اجوا جماعه سائرون، ولا الاخ هذا ابو تيار الحكمه، انتوا قدها تعالوا سووا هذا الجسر، انتوا يا سائرون أشوفكم تقبلون أطفالكم يسيرون على هذا المجسر؟ قبلون يا المرشحين يا الأحزاب، قبلون هذا المجسر أطفالكم يمشون عليه؟ الغريب أن صوراً لمرشحين معلقة على هذا الجسر غير المكتمل، ما يؤكد بحسب مواطنين إدانة هؤلاء المسؤولين وتقصيرهم المستمر بحق العراق وحياة الكثيرين من العراقيين. أهالي المثنى وحكايتهم مع المالكي، تعالوا نشاهد معا ماذا فعلوا في بعض شوارع المثنى. حزب البلوى، هذا حزب اللغوة. لمن يسأل عن الانتخابات، هذا هو الاستفتاء الشعبي في الشارع يعطيكم الإجابة. ماذا فعلت الرياح والأمطار؟ أنها أطاحت، هذه الأمطار أطاحت بصور المرشحين التي كانت معلقة في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد. ربما تصلح الأحوال وتتحسن في هذه المنطقة التي شاهدتموها قبل قليل، حينما يرى المرشحون صورهم وهي ملقاة على قارعة الطريق، ربما يذهبون
حتى يعملون بعض الصيانة لهذه اليافطات لتبدو أكثر وضوحاً في الرؤية للمواطنين الذين رأوا بأم أعينهم جيداً ماذا يخبئ هؤلاء لمستقبل العراق. ختام هذا الموضوع مع تجاوزات صور المرشحين من دولة القانون على القانون، صور المالكي في الشارع نموذجاً، دعونا نتابع معاً. بس اريد اعرف الله يقبلها، حتى الله شوف تجاوزات مع نوري المالكي وين حاط الصورة مالته، دعاية انتخابية، نص متر منك على الشارع ونص متر منه على الشارع. هذا واحد من الكومة اللي عفتها تقريبا 50-60 دعاية نفس الحالة، هيج باع نوري المالكي ضلع نص متر منك على الشارع ونص متر منه على الشارع. ما هذا المكان طريق دوره هذا. هسه لازم اكسر على السيارات الصغار حتى اخلص منه. باع 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 تجاوزات. هذا حالنا والله، شعب جبان وظل جبان، الله وكيلكم. شوف 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 التجاوز مع نوري مالكي. لا الى الملف الخدمي الان، وفيه حفرة في منطقة نجرة السلمان في المثنى. هذه الحفرة ربما تتسبب في الكثير من الحوادث والأضرار، نتابع. السلام عليكم. وياكم علاء الفردوس من نجرة السلمان. هاي النجرة والطرق من بنزين بنزين الخان في الأسكان الجدة يسموها المنطقة. صار لنا 6 أشهر ما اجى ولا مسؤول شافه شنو هذا الخلل، وليه شايف شي يومي طايح طفل بيها، يومي ابو بايسكل طاب جوا، يومي ابو دراجه طاب جوا، والشارع اظلم ما بي يعني لا ضوء لا شيء بالليل. ذاك اليوم حتى سايق تاكسي قطيه جوا. با شوف الان نشاهد واياكم سويا لحظه انهيار جسر غزيل في ناحيه البغدادي. الآن إلى فقرة آراءكم. في آراءكم أحد المواطنين موجها كلامه إلى إياد علاوي، يقول له: أنت مسؤول وأنا مواطن وأنا مسؤول منك. وعلاوي يرد: لست مسؤولا عنك. نتابع المقطع المصور ومن ثم نذهب معا إلى التعليقات. انت مواطن مسؤول علي امام الله سبحانه وتعالى. انا مسؤول عنك. ليش؟ انت مو شنو منصبك؟ انت شنو منصبك؟ ما عندي صبح رجال، ما عندي مسؤول، ما عندي شنو ما عندي رئيس الجولة وكل شيء، ما عندي مسؤول، ما عندي شيء، ما عندي تنفيذية، ما عندي شيء. انا داخل انتم تدفعني انا كثير من العراق ممكن تدفعني هسه. انا داخل انا من جيت عليك وداخل لك خطيت الشعب كله مواطنون يتساءلون ويقولون: يا للعجب، علاوي يقول للمواطن انتوا دمرتونا. المواطن دمر المسؤول في العراق. الآن نقرأ التعليقات. في التعليق الأول مهند محمد حميد يقول: إخواني يا شعب اصحوا، والله كلهم فاسدين، ما دام جاي من خارج لا تنتخب أي شخص وخاصة رئيس قائمة، لا تكون انتماء على أي دولة. مهند محمد يطالب بشكل أو بآخر جموع العراقيين بمقاطعة هذه الانتخابات
وعدم انتخاب أي من الكتل أو الشخصيات لأنها كلها بحسب مهند لا تحمل الخير للعراق. إلى تعليق جديد. في التعليق التالي أبو حيدر الخفاجي يقول: إذا احنا دمرناك إيش عندك؟ جاي منا ومرشح بنت ومرشح بنتك وقرايبك هم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. أبو حيدر يؤكد ما قاله علاوي للرجل ويقول: أنت تقول إننا دمرناك، لماذا إذا تريد أن تترشح؟ لماذا تريد أن تخدم مجتمعا دمرك يا علاوي؟ إلى تعليق جديد. أمل تكتب: أي والله دمرناكم ودمرنا أنفسنا لأن إحنا من نصنع الطغاة. أمل تقول للمواطن العراقي أيضا: لا تنتخب هؤلاء ولا تكن سببا باختيار طغاة ينكرون حقك ويتهمونك بإجرامهم الذي هم عليه شهود. إلى تعليق جديد. التعليق التالي: علي يكتب: الشعب دمر البلد عندما انخدعوا واستغلوا بشعارات طائفية وانتخبوا أناسا فاسدين. علي أيضا إضافة إلى جمهور الفيسبوك من كتب تعليقا على هذه القضية وحديث علاوي الأخير يقول: نعم نحن من دمرنا أنفسنا بانتخابكم. إلى التعليق الأخير الآن. في التعليق الأخير امرؤ القيس يكتب: والله هذا الشعب إذا فعلا يريد يغير هذول لازم ما يروح الانتخابات، لأن إذا راح ينطيهم الشرعية ويبقون نفس الوجوه ونفس البوق. امرؤ القيس يقول: لا تختاروهم حتى لا تعود ذات الشخصيات إلى الواجهة وتشرعنوا لهم أن يعودوا ويسرقوكم من جديد. بعد قليل نذهب إلى تويتر. أيضا فيما يتعلق بالعراق مجتمعيا واقتصاديا، نشط مؤخرا خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر تويتر الوسم الإلكتروني التعيينات في العراق. دعونا نقرأ أبرز التغريدات التي نشطت على هذا الهاشتاج. البداية ستكون مع أحمد الذي قال: قبل كانت للأحزاب، هسا للقادة في الأحزاب وذويهم، بعد فترة ما نعرف لمن تصير. أحمد يقول عن التعيينات: في البداية كانت للأحزاب ثم تطورت مع الأيام وأصبحت لأبناء المسؤولين. يا عالم لا أحد يعلم لمن ستكون غدا هذه التعيينات. إلى تغريدة جديدة. في تغريدة التالية نقرأ قول أحمد التميمي: أنا ما مدوخني إلا شيء واحد، لما تدفع 2000 وتتعين بهيئة النزاهة كل شيء قدرت أفسره إلا هذه ظلت بنفسي. أحمد يقول: كيف تريد أن تكون ضمن هيئة النزاهة وتبدأ مشوارك بالهيئة من خلال؟ إلى تغريدة جديدة. في التغريدة التالية نقرأ ما كتب كرار: لا أرى أملاً للخريجين في مؤسسات الدولة مع وجود أحزاب السلطة الفاسدة، لكن أنتظر ثورة عارمة تهدم فسادهم وذلك ليس ببعيد. التعيينات في العراق. إذن هذا العراقي، هذا الشاب، يتوقع أن يقوم الشعب العراقي بثورة في القريب العاجل، هكذا كتب في تدوينته. إلى التغريدة الأخيرة. في التغريدة الأخيرة صفا تكتب: التعيينات في العراق ذكرها يرافقه ضحكة استهزائية لا إرادية لاستحالتها على الفقير. إذن صفا تؤكد ما قاله كرار أن هذه التعيينات لا تكون إلا للأحزاب ولمن لف لفيفهم وكان في صفهم، أما عوام الشعب لهم الله. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى المقاطع المصورة. المقاطع المصورة اخترنا لكم مقطعا من اليونان. في اليونان وأثناء الحفر لتجهيز مترو جديد اكتشف العاملون أثارا يونانية قديمة. نتابع هذا المقطع. Give me
إحنا برسيل. تم اكتشاف أكثر من 300 ألف قطعة مهمة وخمسين ألف قطعة نقدية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الحفريات من مشغولات ذهبية وأكاليل وعملات ذهبية وجواهر ثمينة. داخل محطات المترو ستكون هناك مواقع أثرية مفتوحة مدينة تحت المدينة، تماماً كما كانت في القرنين الثالث والرابع. أما الختام فاخترناه لكم من العراق وشيء يبعث الأمل في النفوس. الختام مع اختراع لفتاة عراقية يمنح بعض الأمل لمن بترت أيديهم. نتابع. Listen to me very carefully. مثل ما تعرفون انه احنا عندنا هوايه من ضحايا الحرب من الحوادث، فكان مشروعي يهدف لمساعده هاي الفئه من الناس، شلون اقدر اصنع لهم اطراف بحيث اقلل التكلفه عليهم. وقدرنا نتحكم به عن طريق نقل اشاره العضليه من ايدي للطرف، فقدرنا وصلنا لمرحله انه نتحكم بفتح وغلق الذراع الروبوتي. أنا هبة عبد الكريم، مهندسة إلكترونيك واتصالات، خريجة جامعة بغداد. نسيم مالتنا يعني أنا مهندسة إلكترونيك واتصالات، وعندي زميلي أحمد همينة مهندس إلكترونيك واتصالات، وأحمد الثاني همينة إلكترونيك واتصالات. ما كنت متخيل إنه هذا شيء حقيقة، يعني تخيلت إنه في شيء واحد. عندنا زميلتنا زينة، هي مهندسة بايوميديكال. زينة الشخص اللي عنده شلل، إحنا ما نقدر الطريقة بالهندسة مالتنا اللي إحنا العلم اللي وصلنا له إنه نقدر نحرك العضلات بطريقة طبيعية، صممنا جهاز اللي هو صغير يكون محمول. مبدأ العمل مالته ينطي نبضات كهربائية على العضلات فترجع تشتغل العضلات بصورة طبيعية. فيرجع المريض يمشي بطريقة طبيعية. الحمد لله نجحنا بهذا الشيء وحصلنا عليه براءة اختراع. وطبعا اكو شغلة كلش مهمة، إنه الإصابة إذا صارت بين 8 أشهر إلى سنة واستخدم المريض الجهاز وراها إنه يتعالج تماما ويصير إعادة تأهيل إليه، فيعوف الجهاز والشلل يكون متعالج من عنده تماما، بس الفرق بس انه لازم يعني ورا الاصابه بالشلل مباشره انه يستخدم الجهاز. احاول اساعد اكبر قدر من الناس. صار حلمي انه ما اشوف شخص بالشارع لا لابس مسند ولا على ويلتشير ولا لازم عكاز. العراق باق فيه الامل، لان الامل لا يموت بوجود مثل هذه النوعيه من الشباب. مشاهدينا بهذا نكون واياكم قد وصلنا